يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. خلاص طبعا العد التنازلي ابتدى لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والترجي التونسي، واللي إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هتكون يوم الجمعة اللي جاية على ملعب رادس في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله هتكون من نصيبنا. الفريق النهاردة وصل تونس برئاسة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، واللي أصر إن هو يترأس البعثة في مباراة طبعا وحدث مهم جدا زي نهائي أفريقيا. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون أول تدريب للفريق، ولكن التمرين هيكون طبعا في غاية السرية، وكمان تمرين امبارح بكرة برضو هيكون في غاية السرية، هيكون تدريب مغلق، وإن شاء الله يوم الخميس بقى هيكون التدريب على ملعب رادس لكن بحضور وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة زي ما بتقول لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف. طبعا كلنا ان شاء الله نكون ورا فريقنا لحد ما يرجع باذن الله بالاميره الافريقيه من تونس ويحقق النجمه التاسعه والبطوله المحببه لينا، ونرجع مره ثانيه ونلعب في كاس العالم للانديه. طبعا الفريق بيواجه ظروف صعبه جدا، واخرها اكيد قرار الكاف المفاجئ بايقاف المهاجم المغربي وليد ازارو لمده مباراتين، وده اكيد اللي خلاه ما يسافرش النهارده مع البعثه، لكن طبعا كلنا عندنا ثقه كبيره جدا في كل لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي مع الفريق، وكمان في جهازنا الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون. هنتكلم طبعا عن نادي الاهلي وعن كواليس سفره لتونس، وكمان هنكون مع الفريق لحظه بلحظه عن طريق مراسلنا كريم احمد هناك، وهيكون كمان ضيفنا النهارده استاذ كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. كمان انتوا تقدروا تشاركونا في خلال حلقاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه على الفيسبوك انستغرام وتويتر. سؤال حلقتنا النهارده، تتوقع مين هو اللي هيقود هجوم النادي الاهلي في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا قصاد الترجي التونسي ان شاء الله يوم الجمعه اللي جايه الساعه 9 على ملعب رادس؟ استنى اجاباتكم طبعا زي ما قلت لكم على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه، لكن دلوقتي خلينا نبتدي باهم العناوين. بعثه الاهلي تصل لتونس برئاسه الخطيب. استقبال طيب للبعثة في مطار قرطاج. الفريق يؤدي أول تدريباته اليوم بتونس استعدادا للترجي. الأهلي يحتج رسميا على عقوبة أزارو ويطلب تفسير لها. كارتيرون جاهز بالبديل الهجومي المناسب بعد إيقاف أزارو. وزير الرياضة وأبو ريدة يدعمان الأهلي في نهائي أفريقيا. محمد صلاح يقود ليفربول الليلة في مواجهة النجم الأحمر في دوري الأبطال. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نبدأ معاكم أولى فقراتنا في حلقة كلام في الميديا. حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، نهائي بطولة إفريقيا بين العملاق النادي الأهلي المصري والنجم الرياضي الساحلي التونسي. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنروح معاكم دلوقتي لاول فقره طبعا هي اخبار النادي الاهلي على الجرايد.
الأهرام، الأهلي يفرض السرية على مرانه الأول بتونس استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا. كارسيروني استبعد فتحي وهشام ومؤمن ويعيد ناصر ماهر لقائمة مواجهة الترجي. الأخبار، الأهلي في تونس اليوم استعدادا للنهائي الأفريقي المثير. الخطيب يرأس البعثة وكارتيرون يختار 22 لاعب والأحمر يدرس تقديم التماس للكاف. الأخبار المسائي، السرية سلاح الأهلي، الفريق في تونس برئاسة الخطيب وتدريبات مغلقة بعيدا عن الأنظار. الجمهورية، الأهلي في تونس بحلم الإمارات. روز اليوسف، على بركة الله الأهلي في تونس. الأخبار المسائي، وزير الرياضة المصري والتونسي التشجيع المثالي شعار نهائي أفريقيا. في الأخبار المسائي، الكاف يوجه ضربة موجعة للأهلي قبل موقعة الترجي. المساء، صدمة في الأهلي، الكاف قرر إيقاف أزارو مبارتين وكارتيرون يبحث عن بديل. الأهرام المسائي، الأهلي يخسر أزارو في نهائي أفريقيا، أسرار الساعات الأخيرة بعد قرار الكاف ضد المغربي. كارتيرون للإدارة، لا تخافوا، وليد خارج حساباتي، العقوبة إيقاف مبارتين وغرامة 20,000 دولار. المصري اليوم، كارتيرون يخشى الضغوط التونسية على حكم النهائي الأفريقي. نروح معاكم لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها مع حضراتكم دلوقتي، وهنبتدي مع الاهرام المسائي اللي قال ان كارتيرون المدير الفني للنادي الاهلي استقبل قرار ايقافه جدا، وده طبعا خلى ناس كتير جدا تستغرب من رد فعله. وكمان قال كارتيرون ان هو اصلا ما كانش حاطط وليد ازارو في دماغه في مباراه رادس، وان هو كان مقرر من بعد مباراه برج العرب ان هو مش هيبدا بيه، وان هو بيجهز مروان محسن او صلاح محسن عشان يبدا بواحد فيهم في المباراه. وقال كمان عايز يلعب بوليد أزارو في مباراة رادس عشان يتفادى إثارة جماهير الترجي من بداية اللقاء. وقالت كمان الأهرام المسائي إن الكاف اتخذ قرار إيقاف أزارو لتهدئة الأجواء قبل مباراة رادس بعد تهديد نادي الترجي بعدم الاشتراك في البطولات الأفريقية في الأعوام اللي جاية والاكتفاء بالبطولة العربية. ده كان أهم كلام الجرايد النهاردة عن النادي الأهلي. دلوقتي نروح سريعا ونشوف مواقع الإنترنت قالت إيه عن النادي الأهلي. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، بعثة الأهلي تصل تونس لمواجهة الترجي في نهائي أفريقيا. الشروق، تعزيزات أمنية مكثفة تستقبل بعثة الأهلي في مطار قرطاج. اليوم السابع، العمري فاروق وخالد الدرندلي ومرتجي يرافقون بعثة الأهلي لتونس. دوت مصر، بعد الإيقاف وليد أزارو يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي لتونس. الموقع الرسمي للنادي الأهلي يحتج على إيقاف أزارو في خطاب رسمي للاتحاد الإفريقي. في الجول، يوسف، نستغرب إيقاف أزارو لكن نثق تماما في مهاجمي الأهلي. الشروق، أبو ريدا يدعم الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال. البوابة، وزير الرياضة يساند الأهلي من ملعب رادس. سوبر كورة، الأهلي يطلب تأمين بعثة الفريق في تونس. يلا كورة، لاعب الترجي السابق علينا الحذر من قوة الأهلي في رادس. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم المنشطات اللي استعرضناها دلوقتي عن اخبار النادي الاهلي على مواقع الانترنت، ونبتدي من الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان بعثت الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي وصلت النهارده الظهر لتونس لمواجهه الترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. بيترأس البعثه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وبتضم بعثه النادي الاهلي 21 لاعب: شريف اكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، سعد سمير، سليف كوليبالي، صبري رحيل، ايمن اشرف، محمد هاني، باسم علي، عمرو السوليه، حسام عاشور، كريم ندبد، اكرم توفيق، اسلام محارب، احمد حمدي، احمد حمودي، ميدو جابر، ناصر ماهر، وليد سليمان، صلاح محسن، ومروان محسن. كمان الشروق قالت ان محيط مطار قرطاج الدولي في العاصمه التونسيه تونس شهد تواجد امني مكثف استعدادا لاستقبال بعثه النادي الاهلي وتوفير التامين الخاص للبعثه في ظل حاله التوتر اللي شهدتها الاجواء
قبيل مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا واللي بتجمع الأهلي بنظيره الترجي التونسي. بيسعى الأمن التونسي لتهدئة الأجواء في ظل انتشار حالات التوعد من قبل جمهور الترجي بعد مباراة الإياب واللي خسرها فريقهم، مع حالة الشحن بعد تصريحات مدرب ولاعبين الفريق التونسي والأحداث اللي شهدتها مباراة الذهاب في برج العرب. كمان موقع اليوم السابع قال إن حرس العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وخالد الدرندالي أمين الصندوق وخالد مرتجي ومحمد الجرحي ومحمد سراج أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد مرجان المدير التنفيذي والمنسق العام للبعثة على السفر مع بعثة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لتونس عشان يساندوا الفريق قصاد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر ليها إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية على ملعب رادس. كمان موقع دوت مصر كتب ان المهاجم المغربي وليد ازارو تخلف عن السفر مع بعثه النادي الاهلي لتونس النهارده الصبح بعد قرار الايقاف واللي صدر امبارح بحق اللاعب لمده مباراتين. كمان الاتحاد المصري لكره القدم اعلن تلقي خطاب من لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف بشان العقوبات الموقعه على النادي الاهلي. نرجع للموقع الرسمي لنادي الأهلي اللي قال أن النادي الأهلي أرسل خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بإيقاف وليد أزارو مباراتين وتغريم النادي الأهلي واستدعاء كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع، وفي نفس الوقت يحدد الكاف ميعاد الاجتماع يوم الأربع للنظر في مذكرة الاتحاد التونسي اللي كانت بتتضمن رفع الإيقاف عن 2 من لعيبة الترجي موقوفين بسبب الإنذار التاني. النادي الأهلي طلب التقدم بمذكرة للاتحاد الأفريقي الكاف بيستند خلالها على شكوى بتتضمن دهشته من إيقاف وليد أزارو مباراتين في حين لم يدنه حكم المباراة ولم ينذره، وكمان شريط المباراة لم يتضمن أي إدانة ليه. وقعت طبعا قطع اللاعب لقميصه سلوك غير رياضي تم محاسبته عليه من النادي، لكن معتاد عليه من اللعيبة في كل ملاعب العالم دون أن يتوجه ليهم أو ضدهم أي عقوبات، وهو ده اللي خلانا نسأل عن لائحة مثل هذه العقوبات، فين اللائحة بتاعتها خصوصا وهي بتأتي قبل مباراة نهائي بطولة كبرى زي نهائي دوري أبطال أفريقيا. والسؤال عما جاء في تقرير مراقب المباراة، فرض غرامة على النادي الأهلي بينما لم يقع منه أو من جمهوره ما يستحق ذلك. طبعا استدعاء كمان كارتيرون لجلسة استماع شيء غير مفهوم بالمرة، وهو من تعرض للاعتراض من جانب لاعب من الفريق المنافس. النادي الأهلي أبدا دهاشه من اتجاه الكاف لمناقشة ما يخالف قانون اللعبة ولائحة المسابقة واللي بتنص على إيقاف اللاعب اللي بيحصل على إنذارين في مباراة، وهو ما تم إنفاذه ضد طبعا لاعبين في النادي الأهلي وكل الأندية في مرات سابقة، ومن ثم ليس مفهوم أبدا اتجاه الكاف لمناقشة مطالب بتمس قانون اللعبة. نرجع نروح لفي الجول اللي قال ان محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي قال ان هو مستغرب جدا من القرار النادي الاهلي لمده ماتشين. يوسف كمان قال ان هو مستغرب من القرار لكن كل الدعم لبقيه لعيبه الفريق، وكمان قال ان مروان محسن هو مهاجم منتخب مصر الاساسي ولعب مع الفراعنه في كاس افريقيا وكاس العالم، وكذلك شدد ان صلاح محسن هو موهبه صاعده بسرعه بنثق في كل مهاجمين الفريق والاهلي ما بيقفش على اي لاعب. كمان الشروق قالت ان الاتحاد التونسي لكره القدم وجه دعوه لهاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم لحضور مباراه الاهلي والترجي التونسي في دور الاياب من نهائي دوري ابطال افريقيا المقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه في مدينه رادس، ومن المنتظر ان يتوجه هاني ابو ريده لتونس لحضور المباراه النهائيه يوم الخميس اللي جاي. كمان البوابة قالت ان دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرر ان هو يسافر لتونس عشان يحضر لقاء العودة ما بين النادي الاهلي والترجي التونسي على ملعب رادس والمقرر ليه الجمعة اللي جاي من ملعب المباراة. عقد وزير الرياضة اجتماع امبارح يوم الاثنين مع وزيرة الشباب والرياضة التونسية على هامش منتدى الشباب العالمي المقام دلوقتي في شرم الشيخ بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد عمق العلاقات ما بين البلدين وان علاقة مصر وتونس ابدية ولن تتأثر بأحداث مباراة مهما كانت أهميتها، لافتا أن التنافس النادي الأهلي والترجي على لقب بطولة في دوري أبطال أفريقيا يجب أن يكون داخل الملعب فقط وليس في أماكن أخرى. كمان يلا كورة قالت أن
او سوبر كوره قالت ان طلب مسؤولين النادي الاهلي من السفاره المصريه في تونس واداره نادي الترجي التونسي تامين بعثه الفريق وعدم السماح باقامه اي افراد في الفندق غير البعثه الرسميه للنادي الاهلي حرصا على عدم تشتيت اللاعبين وعدم التفكير في اي امور جانبيه، خصوصا ان المباراه صعبه للغايه ومحتاجه تركيز كبير جدا من نوع خاص، لذا لابد من توفير كل سبل التركيز والامان للبعثه الاهلاويه خصوصا في ظل التوتر اللي شهدوا الايام اللي فاتت من جانب مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. نروح ليلا كوره، يلا كوره قالت ان سهيل بن راضيه لاعب الترجي ونجم الساحلي السابق والمحلل التونسي الحالي يرى ان باب سويقه قادر على اعاده سيناريو مباراه بريميرو دي جوجاستو قصاد النادي الاهلي مره ثانيه في لقاء الاياب يوم الجمعه اللي جايه، لفتا الى ان الترجي لم يكن في افضل حالاته خلال المباراه. سهيل كمان قال في تصريحات لي الترجي ارتكب اخطاء قاتله في لقاء الذهاب في برج العرب، وقال كمان ان الهدف الثاني النادي الأهلي من خطأ دفاعي قاتل بيثير عدة تساؤلات، وقال كمان على الترجي أن يركز على عناصره الهجومية مع الأخذ في الاعتبار قوة النادي الأهلي واللي بيعرف يلعب كويس على ملعب رادس وخارج أرضه. ان شاء الله نعيش دور نهائي رائع جدا بين العملاقين النادي الذي سيقسم من تونس والنادي الاهلي المصري. يا حسام عاشور، يا شادي محمد، كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد مدعب، مرتده، تصويب، وجول جول 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 محمد ابو دريكه في تتويج النادي الاهلي للمرة الخامسة في تاريخه. ألف مبروك بالطبع لكل عشاق النادي الأهلي والكرة المصرية بصفة عامة. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ودلوقتي هنطير معاكم لتونس عشان نعرف اخر اخبار وكواليس بعثتنا هناك مع زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. شيما في البدايه وكل الساده المشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي، يمكن زي ما كل جمهور النادي الاهلي متابع من خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل اجواء وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في تونس استعدادا لمباراه هامه ومرتقبه لكل جمهور النادي الاهلي، وهي مباراه العوده الاهلي والترجي التونسي يوم الجمعه 9 نوفمبر الساعه 8 مساء بتوقيت تونس، 9 مساء بتوقيت القاهره. كالعاده طبعا بنطمن كل جمهورنا وكل مشاهدينا عن حاله الفريق، الحاله البدنيه، الحاله المعنويه، حاله التركيز الكبيره جدا خلال الفتره الماضيه. يمكن ظروف محيطه بفريق النادي الاهلي يمكن زي ما احنا عارفين طبعا ايقاف وليد ازارو وايضا كمان مستر باتريس كارتيرون بعد طبعا اللائحه الاخيره من الكاف وعقد جلسه استماع على خلفيه الاخيره من مباراه الاهلي والترجي اللي كانت في استاد برج العرب، لكن يمكن تداولت بعض المواقع. اتفضلي. عايز اعرف منك باتريس كارتيرون كان ايه واقع القرار ده عليه، لان انا سمعت كتير ان الناس بتقول ان هو تلقى الخبر ده من غير اي مشاكل وقال انا اصلا ما كنتش ناوي العب بوليد ازارو في اللقاء القادم. يمكن قبل ما اكلمك على مستر باتريس كارتيرون، الناس قالت كمان ان مستر باتريس مش هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي في الرحله التي اقلعت من القاهره في الساعه 8 والربع صباحا. الناس قالت مستر باتريس هيغيب اليوم وهيكون متواجد غدا في تونس على طبعا العقب الحادث الاخير او يمكن بعض المضايقات اللي طالت مستر باتريس كارتيرون في المباراه الاولى وهي مباراه الاهلي والترجي التونسي. لكن يمكن كالعاده طبعا من خلال شاشه قناه الاهلي كان لينا تصوير طبعا حصري مع مستر باتريس كارتيرون، الراجل كان في المطار، الراجل كان معانا في الرحله ومتواجد مع فريق النادي الاهلي. لو برجع معاكي وبقول لك طبعا على ازاي يمكن مستر باتريس استقبل هذا الامر، هو الراجل يمكن كان مستاء شويه بما حدث خلال المباراه الاولى ويمكن كان ليا لقاء معاه في المباراه الاولى، الراجل يمكن امر يمكن لم يشاهده خلال الفتره اللي فاتت سواء كان متولي فريق مازيمبي في البطوله الافريقيه، لكن هو يمكن فارض حاله تركيز كبيره وفاصل بشكل كبير جدا جدا حتى كمان بعد تلقيه الامر الخاص بوليد ازارو وهو ايقاف وليد ازارو، خلاص يمكن صفحه لابد ان هي تتقفل لان النادي الاهلي في
تغيرات كثيره جدا خلال الفتره الماضيه. ايضا كمان يمكن خلال وصولنا هنا بعد وصولنا في رحله 3 ساعات وربع، عايز اشيد في البدايه طبعا بالامن التونسي اللي هو متواجد هنا سواء في المطار او في فندق الاقامه. الحقيقه طبعا لابد نوجه كل الشكر والتقدير للجانب التونسي هنا والامن التونسي على حسن الاستقبال طبعا في البدايه والتامين الكبير جدا اللي احنا شفناه من خلال تواجدنا في المطار من اول وصول لينا، من اول ما نزلنا في المطار استقبال طبعا السفير نبيل حبشي سفير مصر هنا في تونس. وايضا كمان يمكن العلاقات دائمه والعلاقات الشعب التونسي والشعب المصري وجماهير النادي الاهلي وجماهير نادي الترجي لن تزعزعها ولن تهزها اي شيء. يمكن خلال الايام اللي فاتت زي ما انت عارفه يا شيما طبعا الامور كانت واخده اطار كده، يعني يمكن مش كناش حابين ان احنا نتكلم فيه خالص، لكن اللي احنا شايفينه وشفنا جمهور نادي الترجي متواجد في المطار استقبل فريق النادي الاهلي كالعاده. طبعا الجمهور انت عارفه سواء جمهور النادي الاهلي او جمهور الترجي في بعض المضايقات الخفيفه جدا، لكن كلها في اطار الاحترام في اطار المنافسه في اطار التشجيع، لكن الامور ماشيه بشكل مطمئن كده بالنسبه للنادي الاهلي. هيكون اول تدريب عفوا مع فريق النادي الاهلي في الساعه 6 مساء بتوقيت تونس، 5:15 ستنطلق حافله النادي الاهلي ان شاء الله من فندق الاقامه القريب جدا من اول يمكن اول استاد او اول ملعب هيكون هو ملعب الجامعه التونسيه اللي معتاد النادي الاهلي بشكل يمكن بشكل متميز او بشكل مستمر ان هو يكون عليه. يمكن عايز كمان سريعا قبل ما اكمل كل الكواليس واجواء فريق النادي الاهلي ينضم لي عضو مجلس الاداره طبعا استاذ طارق قنديل. يمكن في البدايه طبعا عايز اكلمك على الرحله واكلمك على السفريه وكمان بتشوف ازاي الجانب الامن التونسي اللي بيقوم بدور كبير جدا من اول وصلنا في المطار. حابين نطمن كل المشاهدين، الناس قلقانه شويه لكن حابين نطمن كل المشاهدين يا طارق بيه. الحمد لله انا متواجد مع بعثه التنس الطاوله كرئيس لها من يوم السبت. طبعا في الحماس وكالمعتاد يعني موضوع في نهائي كاس افريقيا والترجي مشجعينه كبار في قلب تونس، لكن لم يخرج لغايه دلوقتي ما شفتش اي حاجه الحمد لله فيها خروج على النص. والحمد لله النهارده كنا في استقبال البعثه كلها وكان معنا سياده السفير نبيل حبش ومندوبين من السفاره. الامن غير طبيعي، عامل اجراءات الحمد لله مكثفه جدا. كم الامن اللي كان موجود كان متواجد قدام المطار مع كل الاحتياطيات الموجوده من جانب الاخوه التوانسه هايله جدا. وزي ما شفتوا وصلنا الفندق الحمد لله واللعيبه موجوده وكابتن محمود الخطيب والمجلس، فاجواء كلها يغلب عليها ما فيش اي الحمد لله ما فيش حاجه تقلق، يعني ما فيش اي قلق من اي حاجه. بالعكس دايما احنا بنعتبر تونس دي بلدنا الثانيه الحمد لله، هم يعني في اصدقاء كتير قوي لينا وليهم، يعني لينا اصدقاء من التوانسه كتير الحمد لله رحبوا بينا، فما فيش ابعد ما يكون عن مواضيع يعني تروق للعنف ان شاء الله، وان شاء الله ما يحصلش اي حاجه من الكلام ده. انما حماس كره قدم وحماس موجود للاخوه التوانسه ان هم عايزين بطوله كاس افريقيا، لا موجود الحماس جامد جدا والتشجيع جامد جدا، وان شاء الله نامل ان يكون هو ده اللي موجود يوم الماتش كمان. لو بخص بقى فرقتنا فريق النادي الاهلي قطع مشوار كبير وفاضل له خطوه و90 دقيقه مهمه جدا ان شاء الله، حلم كل جمهور النادي الاهلي باذن الله هذه البطوله ومنها الكاس العالم للانديه. بتشوف الحلم واقترب الحلم ده ازاي يا طارق؟ بشوف يعني بطولة غايبة عننا بقالها حوالي 5 سنوات لغاية دلوقتي، حاجة من الحاجات اللي النادي إن شاء الله كلنا يعني متوقين إن احنا نتوج بالتاسعة إن شاء الله. بطولة من بطولات النادي الأهلي بيحرص عليها ونفسنا كمان نرجع الأكثر تتويجا على مستوى العالم، فالكلام ده محتاج إن شاء الله إن احنا برضو بطولة أفريقيا مع الحلم الموجود من ملايين الأهلاوية على مستوى العالم كله يعني. الحاجه الثانيه اللي برضه عايز اركز عليها ان النادي الاهلي كعادته في الانضباط بالنسبه للعيبه والجهاز ده متواجد من ساعه ما الناس وصلوا، وهم ابعد ما يكون عن مواضيع الشحن الزائد اللي موجود، يعني كان قاعد معانا كابتن يوسف وبقيه الجهاز لاحظنا كده ان الحمد لله ما فيش الايه بعاد جدا عن القصص اللي هي عماله تتواطر، لان خلاص عارفين ان في النهايه بقى في سوشيال ميديا كتير وغيره وخلافه. حاجات حقوق بقى النادي الاهلي في حاجات سواء مع الاتحاد الافريقي او الامارات ليها اجراءاتها الحمد لله، مجلس الاداره بقياده كابتن محمود الخطيب صعد بسرعه وخد الاجراءات، يعني فالاهلاويه يطمنوا يعني حقوق النادي الاهلي المجلس احرص ما يكون عليها. في نفس الوقت ما عندناش الصيغه اللي هي بتبعث على التوتر، لان الحمد لله جمهور النادي الاهلي كبير وهيتاثر باي حاجه، ما فيش حاجه تدعو للتوتر خالص ولا اي حاجه تخلي الناس في الشحن اللي هو مغالي ولا مبالغ فيه، مش موجود. فكل امنياتنا ان شاء الله ان يوم المباراه يطلع يوم جميل جدا ونتوج فيه ان شاء الله بالتاسعه.
هو ده حلمنا كلنا. ألف شكر ألف شكر ألف شكر. بنشكر اكيد طبعا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. يمكن زي ما سمعت يا شيما طبعا وكل جمهورنا سمع الامور يمكن الحمد لله ماشيه في اطار منظم حتى هذه اللحظه. بنتمنى على مدار الايام كمان القادمه ويوم المباراه بالتحديد يكون هذا التامين المكثف اللي احنا شفناه منذ بدايه وصولنا يكون ايضا كمان بشكل مكثف في مباراه النادي الاهلي يوم الجمعه. كمان عايز اطمنك بشكل عام، يمكن الناس قالت وليد ازارو متواجد مع فريق النادي الاهلي في بعثه فريق النادي الاهلي، هو طبعا بعد الايقاف، لكن بناكد ان وليد ازارو غير متواجد مع بعثه فريق النادي الأهلي. النادي الاهلي كان 22 لاعب، دلوقتي النادي الاهلي 21 لاعب بعد غياب وليد ازارو. بنتمنى كل التوفيق لكل من حضر في هذه المباراه، الاهلي بمن حضر، وهي مقوله شهيره لكل جمهور النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، اعضاء النادي الاهلي، كل التوفيق ان شاء الله خلال الفتره القادمه يوم الجمعه. باذن الله سنحتفل هنا في رادز ونعود باذن الله بكاس البطوله التاسعه. مستمرين معاك يا شيما كالعاده ومع كل جمهورنا باذن الله لحظه بلحظه، وبننقل من خلال شاشه قناه النادي الاهلي كل كواليس بعثه فريق النادي الاهلي. عوده ليك يا شيما، ولو في استفسار انا معاك. شكرا لك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من تونس من مقر اقامه بعثه النادي الاهلي اللي ان شاء الله مستنيه لقائها يوم الجمعه القادم على ملعب رادس الساعه 9 مساء. الاهلي بمن حضر مش بس مقوله، الاهلي بمن حضر ده واقع. نروح بقى معاكم لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. جريده الاهرام، قضيه الفساد والرشوه تطل برأسها من جديد في وجه أجاري المدير الفني للمنتخب الوطني مطلوب للتحقيق في أسبانيا يناير المقبل. اليوم السابع المنتخب يؤكد للإمارات مشاركة نجوم الفراعنة في ودية دبي. الوطن سبورت، أجاري يرفض استثناء صلاح من وجهة الإمارات. فيتو، مصدر في المنتخب أنني يتعافى من الإصابة وجاهز لمباراة تونس. سوبر كورة، أحمد ناجي أجاري مش متابع لانفعال كهربا في مباراة الزمالك. الفجر، أجاري يهدد نجم الزمالك باستبعاده نهائيا من منتخب مصر. جريدة المسا، فييرا يتمسك ببامبو ويشيد بالحضر. جريدة الأهرام المسائي، محمد إيهاب الأسطورة، شمس لا تغيب، فاز بذهبية بطولة العالم وكسر حاجز العشر ميداليات، البطل انتظروني في طوكيو وحصد الميداليات لم يتوقف. الشروق، تريزيجيه في التشكيل المثالي للأسبوع في الدوري التركي. سكاي نيوز، دوري الأبطال، ليفربول يستبعد نجمه حفاظا على حياته. أشرف حكيمي لوبتيجي لم يكن يعلم شيئا عن صفقات ريال مدريد. سبورت 360، تخل يبرز دفعة بوفون ويدعم فيراتي في ورطته. دوت مصر، ليفربول يسعى لمواصلة الصدارة ضد النجم الأحمر في دوري الأبطال. تفاصيل اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. وهنبتدي بالاخبار المحليه من اليوم السابع. اتحاد الكره اكد للجانب الاماراتي ان اللقاء الودي اللي هيجمع ما بين المنتخبين يوم 20 نوفمبر الجاري في دبي هيكون بمشاركه معظم اللعيبه الاساسيه في اللقاء، طبعا ده على راسهم محمد صلاح في حال ان هو جاهز بدنيا وطبيا وعدم تعرضه لاي اصابه، ونفس الامر لباقي اللعيبه. بيرغب المكسيكي خافير اجاري المدير الفني لمنتخب مصر في بعد التشكيل خلال الفترة اللي جاية، وبيستغل المباريات المقبلة للوصول لأفضل اللاعبين للتجهيز لأمم أفريقيا في يونيو 2019، خصوصا أن الفريق مش بيخوض أكتر من ودية بعد كده، وبالتالي سيدفع بمعظم العناصر الأساسية. كمان فيتو قالت أن في مصدر في المنتخب الوطني أكد أن محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي بيتعافى من الإصابة اللي جات له مع فريقه في البريمير ليج أو في الدوري الإنجليزي واللي غاب بسببها طول الفترة اللي فاتت، وأن هو جاهز لمباراة الفراعنة قصاد منتخب تونس ومفيش نية لاستبعاده بسبب الإصابة، وبينطلق معسكر المنتخب يوم 11 نوفمبر الجاري استعدادا لمباراة تونس المقرر ليها يوم 15 نوفمبر على ملعب برج العرب. كمان سوبر كورة قالت أن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أكد عدم رؤية الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي أجاري تصرف محمود كهربا لاعب نادي الزمالك بعد ما سجل هدف فوز فريقه قصاد حرس الحدود في الدوري خلال التواجد طبعا في الملعب.
الملعب. أكد كمان أحمد ناجي أن الجهاز المنتخب كان بيناقش أمر مهم جدا في لحظة تسجيل كهربا لهدف الفوز فوز نادي الزمالك، وما شافش تصرف اللاعب إلا عن طريق شاشات التلفزيون بعد المباراة. كمان الفجر قالت أن المكسيكي خافيير أجاري المدير الفني للمنتخب أبدى استياءه الشديد من تصرف محمود كهربا لاعب نادي الزمالك اتجاه جهاز المنتخب الوطني خلال مباراة فريقه وسط حرس الحدود في الدوري العام. أكد أجاري لجهازه المعاون أن التصرف ده غير لائق، وأن اختيار اللعيبة بيكون للأخلاق أولا، وأن لاعب بقى مهدد دلوقتي بالاستبعاد نهائيا من المنتخب الوطني خلال مدة توالي المكسيكي المهمة الفنية. كمان الشروق قالت أن محمود حسن تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني ونادي قاسم باشا التركي دخل في التشكيلة المثالية للأسبوع ال11 من الدوري التركي الممتاز من موقع للإحصائيات العالمية، وحصل الجناح المصري تريزيجيه على نسبة تقييم بلغت 8 كسابع أفضل لاعب في تشكيل الدوري التركي المثالي للأسبوع ال11. تصدر القائمة دي فارونال حارس مرمى مالتيا سبورت، وبيعد طبعا تريزيجيه هو اللاعب الوحيد من صفوف فريقه في التشكيل الأسبوعي للدوري التركي. تواجد تريزيجيه مع 10 لعيبة من 7 أندية أخرى غير نادي. سكاي نيوز كمان قالت أن المدرب الألماني يورجن كلوب مقرر أن هو يبعد النجم السويسري ذو الأصول الألبانية شردان شاكيري من رحلة الفريق لمواجهة النجم الأحمر في بولغارد، تجنبا لسخط الجماهير الصربية اللي ممكن تأذي اللاعب. وقال كمان أن شاكيري استفز الجماهير الصربية في المونديال الروسي لما احتفل بحركة النصر ذو الرأسين اللي بيمثل شعار ألبانيا بعد ما سجل هدف حاسم قصاد صربيا، وبيعتبر الشعار ده شعار منبوذ للعديد من الصرب بسبب التاريخ الدموي ما بين ألبانيا وصربيا في التسعينات. وأكدت الصحف أن الألماني يورجن كلوب أكد أو اتخذ القرار ده بعدم اصطحاب شاكيري لمواجهة النجم الأحمر في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا مساء يوم الثلاث النهاردة، يعني حفاظا على حياة اللاعب. كمان صحيفة أس الأسبانية قالت أن المغربي أشرف حكيمي لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني المعار الموسم ده من نادي ريال مدريد الأسباني كشف عن كواليس رحيله عن سانتياغو في الصيف اللي فات وعلاقته بالمدرب لوبيتيجي، واعترف حكيمي بأنه عمل اتصال مع المدرب السابق جوليان لوبيتيجي في الصيف اللي فات عشان يعرف وضعه مع الفريق تحت قيادته في رحلة بحثه عن الحصول على عدد من الدقائق للمشاركة. وضح كمان أن لوبيتيجي لم يكن يعرف أي شيء عن الصفقات اللي بيقوم بها ريال مدريد، وقال كمان لوبيتيجي لم يكن يعرف أيضا ما كان يحدث داخل النادي منذ قدومه، ولم يكن يعرف الصفقات التي يقوم بها النادي. كمان دوت مصر قالت أنه بيستضيف فريق النجم الأحمر الصربي على ملعب بيرت ستار ستاديوم فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوف النجم المصري محمد صلاح ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة الثالثة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. بيحتل ليفربول المركز الأول لجدول ترتيب المجموعة الثالثة وبرصيد 6 نقط، متفوق بفارق نقطة واحدة عن نابولي الإيطالي صاحب المركز الثاني ونقطتين عن باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الثالث، وبيحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير وبرصيد نقطة واحدة، وبيأمل ريدز إن هم يحققوا الفوز على النجم الأحمر الصربي لمواصلة تصدرهم للمجموعة وتعزيز أملهم في التأهل للدور الـ16 قبل مواجهة باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس، ونابولي في ملعب أنفيلد في الجولتين الأخيرتين. فقرة السوشيال ميديا وهنبتديها النهارده بإسلام الشاطر لاعب النادي الأهلي والعلق على قرار إيقاف أزارو مهاجم النادي الأهلي وغيابه على النهائي الأفريقي، وكتب على تويتر عماد النحاس ومحمد بركات وجلبرتو والله يرحمه محمد عبد الوهاب ومحمد شوقي، هذه الأسماء لم تلعب المباراة النهائية ضد الصفاقسي سنة 2006، وقتها كان التعادل ما بين الأهلي والصفاقسي هو النتيجة الأسوأ للأهلي في القاهرة، ثم بدون كل هؤلاء النجوم فاز الأهلي على الصفاقسي في تونس. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي على الانستغرام فيديو طريف لمحترف محمد صلاح ولزميله لوفرن من رحلة الفريق لصربيا لمواجهة ريد ستار في دوري أبطال أوروبا، وعلقت لنظهر للكاميرا كم هو بطيء. تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. أوه.
We have this on camera, how slow he is. How? No, not cold, how slow he is. He's taking his time, but look at the queue there. Look, people are waiting for you. Sorry. As always, slow. Put it higher. I should, yeah? Can you put mine, please? وعالميا كمان نشر النجم الايفواري ديدي دروجبا على تويتر صوره ليه وكتب اتمنى للمشجعين اسبوع رائع. كمان نشر الالماني مسعود اوزيل لاعب ارسنال الانجليزي صوره ليه على تويتر وكتب صلي واصبر وخليك على ثقه. كمان نشرت صفحه بلاتشر فوتبول على الانستغرام فيديو طريف من تدريبات توتنهام استعدادا لمباراه اينهوفن في دوري الابطال. تعالوا نشوف الفيديو مع بعض. كمان نشرت صفحة فوري إيمج على الانستغرام صورة لجونيور ابن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس الإيطالي وعلقت وقالت المستقبل. كمان نشر إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة صورة على الانستغرام من تدريب الفريق قبل مباراة انتر ميلان في دوري الجاهزون لدوري الأبطال. كمان صفحة نادي برشلونة على تويتر فكتبت في مثل هذا اليوم عام 1991 سجل باكيرو هذا الهدف التاريخي ضد كايزر سلاوترن الألماني في الوقت القاتل من إياب ثمن نهائي كاس الأوروبا للأبطال، وبذلك ضمن برشلونة مواصلة المشوار في المسابقة القارية قبل أن يتوج بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه. تعالوا نروح نشوف الهدف ده ونرجع تاني. كمان نشر الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان صورة على تويتر وعلق عليها وقال عن إحساس دوري أبطال أوروبا. احتفلت كمان الصفحة الرسمية لنادي المان يونايتد على تويتر بذكرى تولي سير أليكس فيرغسون مهمة قيادة الفريق ونشرت الصورة ليه وكتبت في مثل هذا اليوم سنة 1986 أصبح سير أليكس فيرغسون مدرب للفريق والبقية كما يقولون تاريخ. كمان احتفلت صفحة الفيفا على تويتر بالذكرى دي وكتبت في مثل هذا اليوم سنة 1986 تم تعيين سير أليكس فيرغسون مدرب جديد لمانشستر يونايتد أصبح النادي في عهده الأكثر شهرة والأغنى في العالم وكتب معه تاريخ جديد في البطولات وأصبح أسطورته والأنجح معه على الإطلاق. كلمات فيرغسون عند اعتزاله كان فخر وامتياز كبير لي أن أكون مدربا لليونايتد. أخيرا نشرت صفحة فوتبول تويت على تويتر فيديو لمهارة طفل صغير من مشجعين باولو ديبالا نجم اليوفنتوس الإيطالي واللي أحرز هدف رائع بطريقة مهارية واحتفل كمان على طريق ديبالا. تعالوا نشوف الفيديو. مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده، خليكم معنا. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. دلوقتي بينضم لنا عبر الاستوديو استاذ كريم، نورنا النهارده في كلام في الميديا. مسعين ومتواجد معاك يا شيما واهلا بجميع مشاهدي قناه الاهلي. عايزين طبعا نتكلم النهارده عن النادي الاهلي، عن المواجهه المرتقبه اكيد يوم الجمعه اللي جايه قصاد الترجي التونسي. هم بيقولوا لي قولي الاسم كامل يا جماعه مش محتاجه والله تعريف. معانا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. طيب نتكلم عن اللقاء الهام طبعا. نعم. والمرتقب في حاجات كتير قوي عماله بتحصل من بعد مباراه الذهاب للاسف، فعايز اعرف منك شايف اللقاء ده ازاي، توقعاتك ليه ايه؟ هو طبعا اي مباراه كره قدم بيبقى فيها حالات جدل تحكيميه هي بتاخد النطاق الاكبر من الامور الفنيه. انا شايف طبعا ثلاث ركلات ترجيح اتحسبت في مباراه واحده لحد ما هي اللي عملت بعض الجدل. ايا كان مين صح ومين غلط، في الاخر مستحيل يا شيما تلاقي
كل الناس متفقه على نفس الراي. مستحيلة. في ضربات الجزاء بالذات يعني حتى في يعني ما بيقولش قرار تحكيمي في المباراه بشكل عام، لا قرار تحكيمي في ركله جزاء. عمر الناس ما تجتمع، في ناس هتشوف الاولى صح الثانيه غلط، في ناس ممكن تشوف بتاعه الترجي غلط صح. في الاخر لازم الناس تتعود ان احنا لازم نحترم الاختلاف، ده هيحصل هيحصل مستحيل. انا عمري ما شفت في حياتي في يعني مجموعه مشجعين او متابعين اتفقوا على قرار تحكيمي في ركله جزاء، ده مستحيل يحصل. لكن انا كنت حابب ان نتكلم على الامور الفنيه. النادي الاهلي استحق الفوز عن جداره، النادي الاهلي كان هو الفريق الافضل، كان هو الفريق الاحسن. بعض الامور في حصلت مع المباراه، موضوع تاخر الحافله واعتراض يعني نادي الترجي والبعثه في ان هم دخلوا متاخر او شيء. طبعا هم عارفين ان احنا كان عندنا بعض الاحداث المؤسفه حصلت في اليوم ده، وكان في بعض الاجراءات الامنيه اللي تمت على نادي الترجي وعلى النادي الاهلي. نفس الامر ساعات بيحصل في تونس لما حصل احد الحوادث هناك في تونس، وبالتالي الامور دي كلنا معرضين ليها، وبالتالي طبعا كلنا لازم نحترم الاشتراطات الامنيه لما بتحصل. احنا عايزين ناخد الامور داخل الملعب، كتر الكلام على امور خارج الملعب بيخلي التوتر يزيد، بيخلي خصوصا احنا ما بنتكلمش على ماتش عادي، احنا بنتكلم على مباراه هتحسم اللقب الافريقي بين اثنين حاليا من اكبر النوادي في القاره. فبالتالي انا بشوف ان احنا كل ما حسمنا الامور بدري، كل ما الامور بتتحسم بشكل واضح، يعني خلاص النهارده في ماتش خلص، ما يعني اخطاء تحكيميه كل نادي الاهلي قبل كده طبعا، مش يعني اكيد احنا خلال خمس ايام دول الناس كلها قالت الامثال. نادي الاهلي قبل كده خسر امام نادي الترجي في السيمي فاينل بهدف ايد واضحه لانرام، والموضوع عدى ما فيش مشكله. بعد كده حتى اعتقد نادي الترجي تسبب في خروج النادي الاهلي من دور المجموعات، اعتقد ساعه مستر مانويل جوزيه لما كان موجود في التيم في 2011 من دور المجموعات، واحرز هدف من تسلل كان واضح جدا محدش اتكلم فيه. يعني الاخطاء التحكيميه على الجميع. في الاخر لازم نحترم ان اللي بيكسب بطوله او بيكسب مباراه بيبقى يستحقها. احنا بنتكلم على 90 دقيقه، ما بنتكلمش على الدقيقه اللي حصل فيها القرار. اوكي في مثلا في قرار ايا كان صح او غلط، تاني انا مش عايز اخش في حته مين صح ومين غلط، هي مش هتفرق ان عمر الناس ما هتتفق. انا ممكن اجي اقول لك ضربه جزاء الترجي في وجهه نظري او مثلا غلط، وجهه نظري مثلا في ضربه جزاء النادي الاهلي الاولى مش صح، الثانيه هي اللي صح. هنقعد نتكلم فيها كتير، احنا هنتكلم في الامور الفنيه اللي هي اعتقد هي اللي تهم، وكل ما احنا اتكلمنا في الكوره اكتر كل ما الحده والتوتر قل. اكيد. طيب خلينا نتكلم عن كمان البيان اللي اصدره اتحاد الكوره النهارده، بيعلن فيه دعمه الكامل لنادي الاهلي في مواجهه العقوبات الافريقيه. اعلن الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه مهندس هاني ابو ريده دعمه الكامل لمطالب نادي الاهلي لدى الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف تجاه العقوبات العاجله واللي اصدرتها لجنه الانضباط في الكاف قبل ايام قليله جدا من لقاء الاياب قصاد الترجي التونسي في الدور النهائي لبطوله الانديه الافريقيه الابطال المقرر اقامتها في تونس يوم الجمعه اللي جايه. جاء ده في خطاب رسمي واتمام توجيهه النهارده للاتحاد المصري، او الاتحاد المصري هو اللي وجهه لنظيره الافريقي، واكد ان هو بيدعم بشكل كامل مطالب النادي الاهلي المصري بمراجعه ما تم ضده من عقوبات اصدرتها لجنه الانضباط في الاتحاد الافريقي لكره القدم على وجه عاجل، تثبيتا لمبدا عدم ضياع الحقوق. كما اكد الاتحاد المصري في خطابه على ثقته ان الاتحاد الافريقي لكره القدم بكامل إرادته ولجانه بيسعى دايما لترسيخ مبادئ العدل وإحكام الروح الرياضية والالتزام بلوائحه، وإن مطالب النادي الأهلي عادلة ستلتقي حتما ونصوص اللوائح المعمول بها. وأشار كمان خطاب الاتحاد المصري لكرة القدم إن النادي الأهلي ممثل للكرة المصرية في بطولة الأبطال الأفريقية، وجماهيره العريضة كانت حريصة جدا إن هي تقدم كل الحب والمودة والترحاب للأشقاء التوانسة لما حلوا ضيوف هنا على مصر على بلدهم الثانيه لدى لقاء الذهاب من النهائي الافريقي، وان الاتحاد المصري ايضا على ثقه بان النادي الاهلي وجماهيره هيكونوا محل ترحاب وتقدير من نادي الترجي التونسي بطل تونس عندما يحل ضيف على تونس في مباراه العوده على نهائي الابطال، نظرا لما اعتدت عليه الانديه المصريه والتونسيه وجه طبعا جماهيرهم دايما انطلاقا من العلاقات والروابط المتينه اللي بتجمع ما بين البلدين والشعبين كمان، وبيسير على نهجها اكيد اتحادات الكرة في البلدين الشقيقين. كمان أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف خطاب النادي الأهلي اللي تلقاه وبيفيد أو بيتكلم فيه عن العقوبات الموقعة عليه، وأكد أن الرياضة وسيلة للالتقاء بين الأشقاء ولا يجب أن تكون أبدا
للتفرقة ما بينهم. طبعا الخطاب اعتقد يعني شيء جيد، بس انا اعتقد بس كان ينقصوا بعض التوضيحات في خصوص العقوبات نفسها، يعني عشان الدنيا واضحه ان طبعا لا خلاف خالص يا شيما على خطا اللي ارتكبه وليد ازارو، خطا طبعا اللي حصل، تصرف انا مش فاهمه، ما اعرفش هو عمل كده ليه بصراحه، تصرف غريب. ولكن احنا بنتكلم على لوائح، في بطوله فيها لوائح، بناء على اللوائح بيتم تنظيم المسابقه. حته النهارده لجنه الانضباط خصوصا في الكاف من دور الثمانيه لغايه المباراه النهائيه اجتمعت مرتين، في المرتين دول انا ما سمعتش غير عقوبات على النادي الاهلي في ثلاث حوادث مختلفه. مقبول طبعا ان احنا نسمع العقوبات وتبقى في اللي يخطا لازم يتعاقب، ده امر لا يعني مش محتاجين نتجادل فيه ولا، وتاني بعيد اللي عمله وليد ازارو خطا يعني غير مبرر وغير ملوش سبب خالص، ولازم كان يعني في عقوبه داخليه من النادي الاهلي تتم عليه، ده امر لا مش محتاجين نتناقش فيه. لكن النادي الاهلي عوقب من لجنه الانضباط مرتين من دور الثمانيه، في حين في دور الثمانيه كان في مباراه الاياب ما بين الترجي والنجم الساحلي في سوسه، اللي نادي الترجي تاهل منها للسيمي فاينل وبعد كده لعبوا بريمير دو اوجوستو. في المباراه دي حصل اعمال شغب وحصل تشابك بين اللاعبين في المباراه للامر اللي ادى الى تدخل ساعتها الامن التونسي بعد كده عشان يحل الموضوع. ولغايه النهارده لجنه الانضباط بالكاف ما اجتمعتش وما قررتش قرار واحد على المباراه دي. فهي دي الامور اللي ممكن تخلي الناس تتساءل، اوكي انت اجتمعت بعد مباراه الذهاب في الفاينل بفتره قليله جدا عشان تعمل العقوبات، وفي نفس الوقت انت لغايه النهارده ما اجتمعتش على ماتش دور الثمانيه. فهي دي بعض الحاجات اللي ممكن تثير الجدل وتثير التساؤلات على السوشيال ميديا ما بين الجماهير. فنتمنى من الكاف ان هو يبقى دايما شايف كل الاحداث ويتخذ الاجراءات والقرارات بناء على اللائحه اللي انت حطيتها والانديه عارفاها من بدايه المسابقه. تفتكر ان السوشيال ميديا اثرت على قرارات لجنه الانضباط في الكاف؟ لا 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 خالص، لا 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 مستحيل طبعا، مفيش الكلام ده ولا اعلام ولا لا لا خالص. لا طبعا انت بتتكلمي على اللقطه، حتى هم لو بيتكلموا عن الواقعه دي، الواقعه دي اصلا مش موجوده ولا مظبوطه جوه الواقعه دي، مفيش فيديو، الواقعه دي مفيش فيديو، ما كانتش هيتم فيها التحقيق ببساطه. الواقعه دي تم التحقيق فيها بسبب لقطه الفيديو اللي طلعت، وهنا هتخدينا لنقطة مهمة. هل اللقطة ذكرت في شريط المباراة الرسمي؟ لا. أم الشريط بتاع الفيد؟ هو ده السؤال. احنا طبعا عارفين، نشرح للسادة المشاهدين الموضوع ببساطة. الفيد هو اللي بيبدأ التسجيل منذ دخول الكاميرات وبدء عمل المخرجين وإلى آخره، من بداية اللي هو ساعة قبل انطلاق المباراة، يعني المباراة بتلعب الساعة 9. الفيد ده هيبدأ ينقل من الساعة 8. الفيد بيقفل امتى؟ بعد نهايه المباراه بنص ساعه، يعني المباراه لو قلنا بالوقت الضايع خلص الساعه 11 يعني هيخلص 11:30. اللقطه بتاعت ازارو وهو بيمزق التيشيرت وهي مرفوضه تاني اهو بعيد المره مليون، مرفوضه تماما وغير مبرره. جت بس عايز اقول لك على حاجه، يعني خلينا برضو نتكلم في الموضوع ده، هل تمزيق ازارو للتيشيرت بتاعه كان ليه اصلا اي تاثير على قرار الحكم؟ لا. يعني ايه تاثير على قرار الحكم؟ يعني هو هل الحكم اتاثر بتقطيع ايه 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 المشكله في ايه؟ لا ايه المشكله؟ لا هي تزامن، التزامن بتاع تمزيق ازارو للتيشيرت مع وجود الحكم عند، بس خلاص الحكم بص على البار واخد القرار. ما كانش لسه، لا لا هي مشكلة في كده، هي في التزامن بس، في التزامن بتاعها. ولكن هنا السؤال، هل شريط المباراه الرسمي تضمن اللقطه دي ولا لا؟ الاجابه لا. فالسؤال هنا، هل الكاف لما بيجي يحكم على لقطات الفيديو في المباريات بيجيب شريط الفيد ويفرغه؟ بيفرغ اربع ساعات؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال، لان هنا في نقطه مهمه يعني جدا. يعني فكره ان هم ينزلوا عقوبه في وقت قياسي زي ده، وعلى كمان حاجه مستندين على شريط الفيد مش على حتى شريط المباراه. شوف يا شيماء، انا اشوف ما هي دي النقطه، انا تاني بقول لك اهو اللي حصل ببساطه، ان اللقطه اللي طلعت ايا كان طلعت ازاي، ان هي اللقطه دي طلعت من الفيد، ما طلعتش من شريط المباراه الرسمي. وعمر ما شفت اتحاد دولي او اتحاد قاري بيجيب شريط فيد ويفرغه. انت متخيله انت بتفرغي اكتر من اربع ساعات؟ يعني في حد هيقعد يشوف اربع ساعات؟ زي كاميرات المراقبه. برافو عليك. يقعد يشوف اربع ساعات ويقعد يفرغها، وحته يعني ان اللقطه اتخذت من اوضه الفار او من حكم الفار او كده، وان كنت اشك في هذا الامر، فكل يعني الاصدقاء الاعزاء اللي شافوا المباراه عن طريق الفيد اكدوا لي ان اللقطه تم اذاعتها في ملخص الشوط الثاني، فده معناه ان هو تم اختيارها، فبالتالي
تاني انا باكد ان الكاف لو ما كانش معاه اللقطه دي من الفيديو ما كانش هيعاقب ازارو، لكن ازارو غلط غلط عشان تبقى الدنيا بس واضحه للساده المشاهدين. ورزت بقى الكلام عن تقنيه الفار. نعم. شفتها ازاي؟ شوفي انا اشوف طبعا يعني الفار لحد ما كبدايته في الكاف ان هو ياخد قرار ان هو يبدا بالدور النهائي، ربما يكون الحكمين ما كانوش على تنسيق مع بعض. انا اعرف ان الحكم الفار بيستدعي الحكم الملعب لما يكون في اختلاف، يعني مثلا لعبه ازارو في ضربه الجزاء اللي هي الاولى هو الحكم حسبها ركله جزاء، فالفار قال له لا الاحتمال ما يكونش فيه التحام فتعالى اتاكد منها تاني، فهو بناء على هو من وجهه نظره من وجهه نظر الحكم شاف ان في احتكاك مع ازارو ومعز بن شرفيه حارس الترجي فتسبب عنها ركله جزاء. انا على المستوى الشخصي ما شفتش هذا الامر، انا اشوف ضربه الجزاء بتاعت النادي الاهلي حد ما مش ضربه جزاء بالنسبه لي، الثانيه ضربه جزاء صحيح عليه لان اللاعب الترجي شد ازارو، بعد ما شد ازارو ازارو عمل بدراع يعني هجم عليه، فبالتالي انا كنت اشوف ضربه الجزاء الثانيه صحيحه وكان لازم ينذر ازارو على الحركه اللي هو عملها، وضربه جزاء الترجي انا برضه اشوفها على المستوى الشخصي ركله جزاء صحيحه. لكن هو المشكله في ايه يا شيما؟ المشكله ان اول مباراه يتم تطبيق فيها الفار في دوري الابطال السنه دي كانت في فاينل، وفاينل الى حد ما عنيف وصعب، خصوصا كمان في نقطه مهمه نادي الترجي كان عنده مشاكل فنيه كثيره جدا، وشفت ان هم ركزوا في المباراه على موضوع ان احنا ما نلعبش كوره كتير. يعني دي نقطه لكابتن معين شعباني، معين شعباني بيتكلم كتير جدا بعد المباراه عن كل شيء ما عدا الامور الفنيه، ما سمعتش منه اي تصريحات فنيه. فدي النقطه اللي بقول لك عليها ان في بعض الاحيان سرعه اتخاذ القرار بان احنا نجيب فار في مباراه نهائيه، الحكام ما نسقوش مع بعض، ان حسب ما انا عارف كان في اعتقد سيشن عملها الكاف في مصر جاء فيها ست حكام بس من لجنه الحكام ويدربهم على تقنية الفار، فبالتالي انت عارفه الحكام نفسهم مش متدربين، يعني ما عندهمش التنسيق ازاي النهارده ننسق الامور دي ويبقى فيه ما فيش اختلاف، لان هتشوفنا الحكم الجزائري واقف كتير. بس دول المفروض حكام نخبة. صحيح، لكن هم مش متدربين على التقنية، احنا بنتكلم على تقنية الفار اصلا يعني تم اعتمادها في المونديال بشكل مؤخر، والفيفا برضو يعني ما ادهاش للحكام كلهم، ولكن احنا بنتكلم في افريقيا، افريقيا فيها التحكيم في افريقيا بقاله سنين طويلة في مشاكل. وتاني وقوف مهدي عبيد كتير على الكاميرا اعتقد دي برضو ادت الاحساس للمشاهدين ان هو مش واثق في القرارات اللي بياخدها. صحيح. ايه رايك بقى في حاله الشحن اللي موجوده دلوقتي ما بين الطرفين ما بين الجماهير؟ مع الجماهير بص تاني انا بقول ان موضوع السوشيال ميديا عمره ما يتطور الا لما يشوف مسؤول بيقول حاجه فهو يعني يديله المساحه او الايه يشحنه او الكارت الاخضر ان هو يعمل كده. فتاني انا بشوف مثلا الكابتن معين شعباني هو بعد المباراه انتقد بعض الامور فيما يخص الاخطاء التحكيميه وفيما يخص ان هو دخل الاستاد متاخر. فانا السؤال يعني هسال سؤال بسيط جدا، هل دخول حافله الترجي متاخره 20 دقيقه او ربع ساعه او خلينا نقول 25 دقيقه زي ما هو استخدم الرقم ده، هل هي دي السبب في ان انت كنت واقف في الملعب غلط؟ انت عندك اخطاء دفاعيه فنيا الترجي كان سيء جدا، كان صحيح. سيء جدا 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 صحيح. فهو خدني في الحته دي، وبالتالي طبعا اكيد القرارات التحكيميه. وبعدين هم اتاخروا 25 دقيقه للتفتيش، دي اجراءات امنيه، والنادي الاهلي اتاخر برضه. ايوه دي ما تزعلش حد يعني هو في ما عشان كده قلت لك بصي المسؤول المسؤول كل واحد عنده مسؤوليات، المسؤول اول ما بيقول كلمه لحد ما ممكن الجمهور يستند اليها كمبرر. ده الوزراء بيتفتشوا عادي عادي ما فيش اي مشكله. يعني بعيد عن الوزراء والامور السياسيه انا بشوف ان لحد ما احنا ما اتكلمناش كوره بعد الماتش كتير، يعني عارف مثلا يعني لمانه الماتش لو ما كانش فيه ضربات جزاء كنا برضو انا كنت احساسي بعد الجون الثاني، انا عايز يعني الساده المشاهدين يشوفوا الجون الثاني للاهلي، بعد الجون الثاني في لقطه جت على الكابتن معين الشعباني فعلا كان منهزم خلاص اللي هو فاهم ايه الماتش بيروح مني، فانا حسيت ان هو ما عندوش اي امور فنيه يقدر يقدمها للفريق، فبالتالي بعد الماتش بدانا نروح ده يستند بقى الامور ثانيه خالص. ايوه ونفس الامر عشان كده مثلا في 2010 طب برضه في باتريس كارتيرون بعد اللقاء قال ان في لاعب من لعيبه الترجي التونسي ركلوا برجليه تقريبا. كنا نتمنى من يا ريته كان عمل كده الاستاذ اللي طلع اللقطه يعني يكون في امانه صح، احنا لا نختلف ثاني على لقطه ازارو انه يجيب جميع اللقطات اللي حصلت الشغب اللي حصل، يعني في الاخر احنا عايزين ايه الفكره في ايه؟ وبعدين
ليه تم توقيع كمان 20,000 دولار على النادي الاهلي؟ لا دي ما فهمتهاش انا مش فاهمها خالص. الجماهير عملوا ايه؟ دي ما فهمتهاش انا ما شفتش اي شيء خارج في ده. ما كانش في اي كمان تجاوز من جماهير النادي الاهلي ومش عايزين نتكلم بقى على الحاجات الثانيه. شوفي انا زي ما قلت لك موضوع لجنه الانضباط بالكاف انا بصراحه ما شفته. انا شايف متابعه من دور الثمانيه لجنه الانضباط بالكاف عليها علامات استفهام كتيره في القرارات اللي بتاخدها لغايه ما بقول لك النهارده. يعني ماتش الترجي والنجم الساحلي كان ماتش فيه احداث كبيره جدا, وتاني هو مش مبرر لاي زعل او حاجه. تاني ورسالتي للناس على السوشيال ميديا, خلي بالك وانت بتكتب اي شيء, احنا ممكن نختلف مفيش اي مشكله. انا بشوف مثلا النهارده فوز النادي الاهلي انا شايفه يعني حق. ممكن حد صحفي تونسي او صديق تونسي يقول لي لا والله انتوا كسبتوا بالتحكيم, مفيش اي خلاف في ده. احنا ممكن نقعد نتناقش عادي مفيش مشكله, وممكن نختلف مش لازم نتفق كمان. لكن في نقطه مهمه بقى, مش لازم اقنعك ولا تقنعني. في نقطه مهمه بالظبط. يعني في الاخر انا محترمك جدا ومحترم وجهه نظرك, وانت في نفس الوقت محترم وجهه نظرك. خلاص انا شايف كده ماشي, اعمل براحتك خلاص. لكن في نقطه مهمه بقى, إيه الماتشات اللي بيبقى فيها شح لازم كل واحد قاعد على الانترنت بيتكلم من عن طريق الكيبورد. لا دول مستخبين ولا اي شاشه, لا دي قصه ثانيه, مفيش اي كنترول عليهم للاسف. ما يزودش وما يحملش ناس بتروح الاستاد وبتسافر وبتروح هي مثلا في مواقف معينه وهو بيشحن وهو قاعد في البيت. وانا بصراحه يعني يكاد عندي يقين ان الناس اللي قاعدين ورا الكيبورد دول زي ما بتقول مش هم دول بتوع الاستاد اصلا. انا اتمنى بس يكون ناس كل واحد عنده مسؤوليه وربنا سبحانه وتعالى هيجي يحاسبه عليها في يوم من الايام. كل واحد بيقول رايه, واحنا بنتكلم في كوره في الاخر دي رياضه. هي انا شايفه ان دي اصلا مشكله اخلاقيه. يعني انت بتشوف حاجات غريبه بتحصل على السوشيال ميديا, تنمر بطريقه غريبه على ناس مالهاش اي علاقه باي حاجه. يعني محدش اذاك مثلا, تدخل انت على السوشيال ميديا انا واحد قاعد فاضي دلوقتي, طب انا هدخل اشتمك, طب ليه؟ صحيح. ايه اللي حصل؟ ايه السبب؟ يعني مفيش اي سبب. بصي تاني احنا بنتكلم على قاعده كبيره جدا من الناس دلوقتي بتستخدم السوشيال ميديا, والسوشيال ميديا بقت هي المقياس للاسف مفيش عليها كنترول. اكيد طبعا هي المقياس بتاع الجمهور. ولكن انا برضو احب اشيد بالاجراءات اللي عملتها السلطات التونسيه مع بعض الصفحات الرياضيه التونسيه, وان هم غيروا اللهجه بتاعتهم اللي كانت بعد المباراه, واللهجه يعني تغيرت تماما بعد 48 ساعة. كان في لهجه غريبه. نعم اللهجه اتغيرت تماما. واتمنى ان احنا نلعب ماتش, وعلاقه الاهلي بالترجي على مدار التاريخ علاقه جيده جدا, والماتش ولا هيقدم ولا هيزيد. يعني في الاخر هنيجي بعد سنتين هنتكلم على الموضوع ده بالظبط زي ما بنتكلم على انرام النهارده. صحيح. لكن طالما بنتكلم على حاله تحكيميه هتعدي, لكن نتمنى ان احنا نبعد عن المشاكل او الحاجات اللي هي بتفضل في التاريخ ونفضل نذكرها. وساعتها لما بنيجي نسال مين السبب هيجي تلاقي نفس الشخص اللي كان سخنان وكان متعصب يوميها يقول لك لا 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 انا ما بتحملش المسؤوليه ليه, انا ما عملتش حاجه. صحيح. بس فنتمنى ان شاء الله الماتش يعدي على خير ونحتفل بالنادي الاهلي وباللقب التاسع ان شاء الله. يا رب باذن الله. طيب شايف ازاي كمان اصرار كابتن محمود الخطيب ان هو يكون رئيس للبعثه, طبعا برغم ان هو بيمر بوعكه صحيه في الوقت الحالي؟ يعني طبعا يعني بتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب, وطبعا قريبين من الكابتن محمود الخطيب يعرفوا مدى الالام اللي هو اللي عنده في الفتره الاخيره جراء الجهد الكبير. صحيح. اللي هو بيعمله. لكن دي مسؤوليه الكابتن محمود ان هو في الماتشات المهمه الماتشات اللي محتاجه يعني ايه ليدر, محتاجه قائد. صحيح. موجود واللعيبه تشوفه معاها, هو بيصر ان هو برضه كابتن محمود الخطيب كده ليه هيبه كده هو داخل. اكيد طبعا. ايوه لك حته, لا اللعيبه دايما يا شيماء بتحتاج ليدر. أيوة. انا افتكر برضو يعني النقطه دي عند كابتن محمود الخطيب عاليه جدا, زي ما كانت عند الكابتن حسن حمدي, زي ما كانت عند الكابتن صالح سليم الله يرحمه, زي ما كانت عند مستر مانويل جوزيه. مستر مانويل جوزيه كان بيعمل الدور ده, والكابتن ثابت البطل. دي النوعيه من القاده. صحيح. اللي بيعرفوا ازاي نفسيا يتعاملوا ويقولوا اذا كنت النهارده احنا رايحين ماتش لحد ما ها في بعض الجلل او بعض القلق او بعض الاثاره. لا انا تفتكر اصرار كابتن محمود الخطيب على السفر عشان بسبب وجود شويه قلق عشان يطمن اكتر؟ يطمن طبعا. حاسس طبعا كبير, وحابين نتكلم طبعا على اياب نهائي دوري ابطال افريقيا, وان شاء الله برضو حاجه حلوه هتفرحنا كلنا ان شاء الله باذن واحد احد ربنا يكتبها لنا ونشوفها. لما نشوف الكابتن محمود الخطيب بنفسه شايل الكاس في المباراه باذن الله, دي حاجه ربنا ان شاء الله ينولها لنا كلنا. كمان في الاخبار النهارده واحنا بنتابعها هنا برضو, رئيس شباب والرياضه دكتور اشرف صبحي برضو عايز يروح ويحضر المباراه ويساند النادي الاهلي. صحيح. من ملعب رادس. صحيح. كذلك هاني ابو ريده. نعم. كمان يعني شركه برزنتيشن كلها. نعم.
رايحه مع النادي الاهلي، استاذ محمد كامل رئيس الشركه، كل الناس دي رايحه. يعني انا احساسي بيقول ان لو في قلق لا احنا موجودين وما فيش اي مشاكل. لا طبعا طبعا الدور بتاع شركه برزنتيشن كشركه وطنيه وشركه هي واخده رعايه النادي الاهلي، شركه برزنتيشن هي كمان ليها حقوق في ماتش الاياب، ان هي عندهم اعتقد الحقوق الاعلانيه والدعائيه في الملعب، وهم كمان الشركه المسؤوله عن مراسم الحفل الختام. فبنتكلم احنا يعني حاجه مشرفه جدا بصراحه لينا صحيح. كمصريين ان تبقى شركه مصريه هي اللي واخده الحقوق، واخده بنتكلم في مباراه هتتذاع في ما لا يقل عن تقريبا 20 قناه عالميه، في حاجه اكيد تشرفنا، واكيد ان كل ما هو مصري ان شاء الله يبقى خلف النادي الاهلي يوم الجمعه. تتوقع مين هيكون نجم المباراه القادمه، مباراه العوده؟ وليد سليمان ان شاء الله كالعاده. وليد سليمان، نوعيه اللعيبه دي يا شيماء انا بشوف وليد سليمان، احمد، يعني انا حزين بصراحه احمد فتحي للاسف خارج. لا يعني احنا واخدين يعني ضربات موجعه جدا، عشان علي معلول اللي مصاب من فتره، احمد فتحي اللي ما ينفعش يغيب، اجاي، وليد ازارو، يعني في مشكله بدنيه، واضح في مشكله بدنيه عند الاهلي. طبعا اكيد خلينا نتكلم بصراحه ان الاهلي لعب في مسابقات كتيره في الوقت الاخير، مسابقات كتيره بس لا، مسابقات كتيره على مع منافسين مختلفين. يعني مثلا في البطوله العربيه النادي الاهلي بيلاعب منافسين من قاره اسيا، صحيح، على المستوى المحلي بيلاعب منافسين محليين، على المستوى الافريقي بيلاعب منافسين من قاره افريقيا. تنوع اللعب بيخليك انت بتغيري اسلوبك وحتى الجهد نفسه. احنا يعني شفت انا مثلا نادي الوصل الاماراتي، احنا شفنا يعني هو نتائجه لحد ما متاخره شويه في الدوري، لكن قدم مباراه كبيره جدا جدا قدام النادي الاهلي في برج العرب، فبالتالي ده بيزود من الحمل. وكمان قله المسافات، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي بيرتاح ايه يوم، احنا بنتكلم عن تدريبات، يعني ممكن يعني الساده المشاهدين يفتكروا ان الراحه بتبقى ماتشات بس، لا، ما انا بخلاف الماتشات انا عندي تدريبات وعندي احماءات وعندي حاجات كتير جدا بعملها. فبالتالي النادي الاهلي من الانديه القليله جدا جدا في الوقت الحالي اللي عندها فتره راحه، وبالتالي كتر المباريات اللي ورا بعض بتجهدك، بتعمل لك اصابات، الاستشفاء طبعا عندك بياخد وقت، خصوصا كمان لو لا قدر الله اصابات تبقى كبيره زي اللي حصل لي اجايي وزي اللي حصل لي علي معلول. فبالتالي احنا نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي بخبرته، وجود لعيبه بصراحه زي وليد سليمان، زي احمد فتحي، زي حسام عاشور، عمرو السوليه، اللعيبه اللي عندها خبره واللعيبه الثقيله في الملعب اللي هي بتطمنك ان انا النهارده اقدر اقود الفرقه واقدر النهارده اتحمل المسؤوليه. هم بيدوا الباور وبيدوا الطاقه لزمايلهم الصغيرين. ممكن النهارده بعض اللعيبه ممكن نشوفهم متالقين جدا جدا في الدوري، لكن تنقصهم الخبره في افريقيا، تنقصهم الخبره اللعب تحت الضغط. شفنا مثلا ماتش الجزائر، احنا متقدمين والدنيا كويسه جدا جدا، وفجاه يعني بخطا يعني ملوش اي لازمه رجعنا تاني وبدانا نقول لا احنا عايزين نلعب بشكل هادي، عشان النهارده الوفاق جاب هدفين فمش عايزين الامور تتطور. موضوع الخبره مهم جدا جدا في المباريات الخارجيه، واعتقد للاعيبه الكبيره في الفريق اسمها كبيره وليها خبره عامل كبير في مساعده زميلهم في الفريق. اكيد طبعا. طيب احنا كنا بنتكلم طبعا عن وليد سليمان، وقلت ان هو ده اللي هيكون نعم. اول المباراه ان شاء الله. وليد سليمان ما بيروحش المنتخب ليه؟ بقول لك انا عايز قبل ما اقول لك السؤال ده، انا كل ما بسال السؤال ده الناس جماهير النادي الاهلي بيدخلوا عندنا على الصفحه ما تساليش السؤال ده، وليد سليمان مش محتاج حد يتكلم عنه، بس انا غصب عني انا كواحده يعني بتفرج على الكوره، بحب منتخب بلدي، بحب النادي الاهلي، بس وده ملوش علاقه خالص بحبي للنادي الاهلي لكن وليد سليمان يستحق ان هو يكون موجود في المنتخب ده بدون شك. يعني وليد سليمان او احمد فتحي دي نوعيه، احمد فتحي بعيد عن الاصابه، احمد فتحي بعيد عن الاصابه، لو فنيه فنيا جاهز ما ينفعش يتم استبعاده من المنتخب. ولكن خليني اقول لك ان وليد سليمان يعني حته عامل السن ممكن تتاخد في المدير الفني كمدير فني جديد، ممكن عنده زحمه في الاماكن دي، وانا على المستوى الشخصي يعني بحترم وجهه نظر اي مدير فني انه ياخد القائمه اللي يشوف ان هي القائمه دي هي اللي هتنجحني، لان ما هي سيسري على وليد سليمان سيسري على لعيبه كتير، لكن وليد سليمان يبقى حاليا هو اهم لاعب حاليا في الوقت الحالي، اهم لاعب في الكره المصريه، اهم في الدوري المصري، في اهم لاعب في الدوري المصري، لعيب جوكر، لعيب بتعتمدي عليه في اوقات معينه، ممكن حتى المنتخب، حتى ممكن اجيري لو هيظن ان وليد سليمان هو هيفكر فيه كاساسي، لا انا ممكن النهارده استغله كورقه عندي في الدكه، خصوصا ان احنا هنلعب ماتش قوي مع تونس، وماتش صحيح هو ده اللقاء مش بقى كل اللعيبه الصغيرين يقدروا يتحملوا صحيح. المسؤوليه في ماتش زي هو ده اللقاء اللي هنقيم بيه اجيري. نعم صحيح. هل كانت دي ضربات حظ معاه ولا هو فعلا اول حاجه بصي اول اختبار كون، خصوصا خلي بالك الفرقتين تاهلوا
فبالتالي مفيش الماتش مش ضاغط زي مثلا ماتش الاهلي والترجي. عارف مثلا لو مصر هتلاعب مباراه شبيهه مباراه الاهلي والترجي اقول لك اه ده اختبار قوي جدا، ولكن يتبقى يعني ان منتخب تونس منتخب قوي اكيد ماتش هيبقى اقوى من الماتشات اللي احنا بنلعبها كده، ولكن طبعا. ستيل احنا تاهلنا وهم تاهلوا فالماتش هيتلعب في يعني اجواء كويسه اجواء ظريفه، ولكن كنت اتمنى هو يبص على تتوقع ان اجواء المباراه القادمه للنادي الاهلي ممكن تاثر على كمان الاجواء القادمه للقاء المنتخبين؟ لا ان شاء الله انا اعتقد ماتش الاهلي والترجي بعيدا عن العالم الافتراضي اللي البعض بيحب يعيش فيه، اتمنى ان هو ان شاء الله هيتم. في ناس عايشين في عالم موازي. نعم في ناس عايشين والله معانا في عالم موازي خالص يعني وبيحبوا يعني هم نفسهم يشوفوا ده يثبتوا يشوفوا الدنيا ولعه ما اعرفش ليه. يعني بصي تاني هقول لك احنا شفنا يعني مرينا احنا في مصر مرينا باحداث احنا اتعلمنا، وتاني كل واحد شغال في المجال الرياضي سواء في نادي اذا كان مسؤول اعلامي صحفي له اي صفه مسؤوليه في المجال ده لازم يخلي باله في كل كلمه بيكتبها يتقي ربنا في كل كلمه بيقولها. صح بيقولها ليه؟ لان احنا بنتعامل مع لعبه بيعشقها الملايين منين مش شباب صغيرين. صحيح. المفروض هم بيقلدونا كرة ملهاش عمر من ساعه ما بيتولدوا لغايه ما بيموتوا الناس مش قصدي ان الفئه الاكبر من محبين الكوره هم فئه الشباب من 13 لغايه 30 وهم دول اللي بيتاثروا باي كلمه يقولها مسؤول سواء على ويب سايت او في قناه. صحيح. طيب احنا كريم سالنا الجمهور من امبارح للنهارده سؤال، مين تتوقع ان هو يقود هجوم النادي الاهلي قصاد الترجي التونسي بعد قرار الكاف طبعا بايقاف وليد ازارو؟ انت تتوقع مين؟ شوفي انا اتمنى اتمنى يبقى صلاح محسن. صحيح. ليه؟ عشان نحافظ على البيس او السبيد او سرعه الرباعي الهجومي الامامي. مروان محسن مهاجم ممتاز جدا وخبره، ولكن هو مروان مهاجم منتخب مصر. صحيح. لكن مروان الى حد ما ممكن السرعه بتاعته ما تفيدناش مباراه زي دي، احنا عايزين النادي الاهلي بنسبه كبيره هيلعب على الكاونتر اتاك وهيلعب على الهجمات المرتده، فبالتالي انا محتاج مهاجم اول النهارده مقطع الكوره على طول يفتح السبرنت ونحطه في موقف او السيتويشن بتاع واحد على واحد بالظبط بالظبط زي ما عمل وليد سليمان مع المساك بتاعه فاق سطيف في ماتش الجزائر. صحيح. دي الفرصه الوحيده او الشكل الوحيد ليا اللي ممكن اجيب منه اهداف ان شاء الله. صحيح. تعال نشوف معاك كده الجمهور قال لنا ايه. نعم. من على الفيسبوك اسلام قال لنا مروان محسن لانه بيلعب مع المنتخب وصلاح ممكن لان كارتيرون بيعتمد عليه اكتر من مروان. مورا صبري بتقول مروان محسن او صلاح محسن مش تفرق كتير الاثنين رجاله وقدها. حماده فؤاد بيقول مروان محسن واتمنى يكون صلاح محسن لسرعته واستغلال المساحات خلف مدافعي الترجي. بيتفق معاك. نعم. حماده. نعم. كمان ابو عمار المنا بيقول توقع صلاح محسن لانه يمتاز بالسرعه وده لا يقلل من مروان محسن لاعب كبير جدا ان شاء الله نفوز بالبطوله. برضو متفق معاك ابو عمار. محمد احمد بيقول مساء الخير اكيد صلاح محسن لانه لاعب سريع وهداف واتوقع ان هو ان شاء الله يسجل هدف ونرجع بالكاس ويدخل الجزيره. عبد محسن بيقول صلاح محسن عشان نستغل المساحه في ظهر دفاع الترجي. نعم. وفي الهجوم بسرعه وان شاء الله افريقيا في التتش. يوسف سيد بيقول انا بقول انه مروان محسن عشان عنده خبره كبيره قوي في افريقيا يا اهلي. اسامه مهران بيقول صلاح محسن الاكثر جاهزيه والاسرع من مروان. يا رب فرحنا. كمان محمد تيتو بيقول صلاح محسن خطير قوي ربنا معاكم يا رجاله ان شاء الله ترجع بالف سلامه وان شاء الله تسعى في الجزيره باذن الله. ومحمود كمان بيقول صلاح محسن زي ازارو بالظبط في كل حاجه اتمنى صلاح محسن وان شاء الله تسعى في الجزيره. محمود عربي بيقول صلاح محسن لانه قوي وسريع ممكن يعتمد عليه كاساسي لانه في قوه ازارو التسعى يا اهلي. محمود شعراوي بيقول صلاح محسن عشان سريع والهجمه المرتده وكده هيفرق معانا بالتوفيق ان شاء الله. واضح ان هم كلهم متفقين معاك النهارده. صلاح محسن اكيد. صحيح. ازارو كان بيعمل عنده الحته دي كويس فاعتقد صلاح محسن هو البديل الانسب له. صحيح. كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا اكيد استمتعنا بوجودك معانا النهارده وان شاء الله تتكرر تاني قريب باذن الله وان شاء الله نبارك النادي الاهلي من الجمعه يا رب ان شاء الله. شكرا لمشاهدي قناه النادي الاهلي على حسن المتابعه بشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم.